أرى بعض الإخوة حينما يشترون أشياء في الحراج مثل صناديق التمور، ويأتيهم مباشرة شخص آخر ويدفع زيادة في السعر للمشتري الأول ويأخذها، مع أن المشتري الأول لم يحركها من مكانها أو ينقلها. هل يجوز هذا؟ إن معلوم أنه لا يجوز بيع السلع إلا بعد قبضها، وذلك بنقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يؤويها التجار إلى رحالهم. ولكن لعله في هذه الحالة إذا اشترى صناديق من التمر أو أواني من التمر أو الخضار مثلا في طيب. أو الخضار وأعطي فيها ربحا، فإنه لا مانع من بيعها في المكان الذي اشتراها فيه، لأنه لو ذهب بها إلى بيته أو إلى مكانه ربما يفوت الزبائن. يفوت الزبائن وتحتاج إلى مؤونة زيادة. لا، دعنا من المؤونة، لكن يفوت الزبائن. طيب. وتفوت عليه هذه البيعة. فإذا استولى عليها، تم استيلاؤه عليها وسلمها له بائعها، فهذا نوع من القبض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.